اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جن کا پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں نام تھا، جن کو الشیخ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یورپ، برطانیہ، امریکہ، ہندوستان، بر صغیر، یورپ، ایشیا، ہر جگہ پر جہازوں کے اندر، بحری جہازوں کے اندر، ریل گاڑیوں میں، کاروں میں، ہر جگہ جن کی آواز، تلاوت، کار میں، سفر میں امت مسلمہ سن کے محظوظ ہوتی تھی، ایمان کو منور کرتے تھے۔ جناب حضرت الشیخ القاری عبدالعاطی محمد موسیٰ حافظہ اللہ، جو کہ مصر سے تشریف لائے ہیں اور نواسا ہیں الشیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کے، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فیصل آباد کے، بالخصوص جامع مسجد گول کے اہلیان غلام احمد آباد کے قلوب کو منور فرمائیں۔ الشیخ القاری عبدالعاطی محمد موسیٰ حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة للمحسنات منكن
يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكم وأطعن الله ورسوله.
وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الزكاة وأطعن الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
أطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الله كان لطيفا خبيرا. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والخاشعين
المصدقين. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yeah.
وإذا السماء
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق ولقد رآه
الضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء صدق الله.